وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك تساؤلات عدة حول الدول التي تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا من أجل العمل على زعزعة الاستقرار في البلاد. نحن نرصد والمجتمع الدولي يرصد ما يتم من نفاذ وتمويل كثير من هذه الميليشيات والمنظمات المتطرفة في ليبيا، والأثر الذي ترتب على ذلك بدون شك أن امتداد الأزمة لسنوات طويلة هو مرتبط بالدعم الذي يتم توفيره لكثير من هذه الكيانات واستمرار سعيها لتقويض إرادة الشعب الليبي وفرض رؤيتها، سواء كانت رؤية سياسية أو عقائدية متطرفة على الشعب الليبي الشقيق. هذا التمويل متمثل فيما نجده من أسلحة يتم توفيرها وتأتي بشكل منتظم، وهذه أيضا تصب في إطار التساؤلات التي طرحها السيد الرئيس في مناسبات عديدة في الأمم المتحدة وفي مؤتمر ميونخ الأخير حول ضرورة مواجهة المجتمع الدولي لهذه الأطراف. هذه الأطراف معلومة جيدا، وهناك تتبع استخباراتي لها ومعرفة كاملة، فكيف نكون صادقين في محاربتنا للإرهاب حينما يتغاضى المجتمع الدولي عن مواجهة هذه الأطراف والدول التي توفر هذا الدعم وهذا التمويل لأطراف خارج نطاق الشرعية ويؤدون إلى استمرار الصراع والنزاع.